طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذه الساعة راح يكون Lesson 3 Unit 6، الدرس الثالث من الوحدة السادسة، وهذا الدرس تجدوه على Students Book Page 58، كتاب الطالب صفحة 58، Activity Book Page 76-77، كتاب النشاط صفحة 76-77. أعزائي، The title of the lesson is Careers Advice، المشورة المهنية. هذا الدرس يركز على الاستخدامات المتعددة لwill and be going to in the future، استخدام الأداة verb to be زائد going to زائد infinitive أو will زائد infinitive للتحدث عن المستقبل. راح بالتفصيل نتعرض إلى شرح هذه الأدوات وطرق استخدامها في المحاضرة القادمة. في البداية نتناول الشرح الموجود في الكتاب. I am going to leave school as soon as I am 16. أنا أنوي أخطط أن أترك المدرسة حالما أكون بعمر 16 عام. The speaker has made a plan. هنا استخدمنا be زائد going to للتحدث عن خطة للمتحدث. المتحدث صنع خطة مسبقة للمستقبل أنه سيترك المدرسة بعمر 16 عام، لذلك استخدم verb to be زائد going to. المثال الثاني: You will only get pocket money if you stay at school. سوف تحصل على مصروف الجيب إذا بقيت في المدرسة. الملاحظة أمام هذه الجملة: The speaker is talking about، المتحدث يتحدث عن something in the future، شيء ما في المستقبل، that is certain يعني متأكد منه، أو عن شيء يحدث في المستقبل بشكل أكيد. بعد هذا الاستعراض البسيط لقواعد الدرس سنتناوله بالتفصيل فيما بعد، نذهب إلى النص. ليلى and دانيا are twins. ليلى ودانيا توأم. 8-15 and a half، بعمر 15 سنة ونصف. They go to the same secondary school، ذهبوا إلى نفس المدرسة الثانوية. Today، اليوم، they are getting advice from their head teacher، اليوم يحصلون على نصيحة من مديرهم. Listen to Layla and Dania's conversations، استمع إلى محادثات دانيا وليلى with the head teacher، مع المدير. What are the main differences، ما هي الاختلافات الأساسية between ليلى and دانيا، بين ليلى ودانيا. نستعرض في البداية المحادثة بين ليلى ومدير المدرسة. head teacher يتحدث، المدير يتحدث. Good morning ليلى، صباح الخير يا ليلى. Please sit down، رجاء اجلسي. How can I help you، كيف أتمكن من مساعدتك. ليلى تتحدث. I don't know، لا أعرف كيف ستساعدني. Head teacher المدير. Well، Do you have any career plans؟ هل لديك أي خطط حول المهنة المستقبلية؟ ليلى، career plans، خطط بخصوص المهنة. No، كلا.
I haven't got any plans. ليس لدي أي خطط. Head teacher المدير يتحدث. None at all. يعني ولا خطة أبدا. ليلى No. كلا. Actually في الواقع I don't have a plan. ليس لدي خطة. I'm going to leave school as soon as I'm 16. أنا أنوي أن أترك المدرسة حالما أكون بعمر 16. Head teacher, I see. المدير يقول فهمت. هنا ليلى استخدمت الأداة am زائد going to be زائد going to للحديث عن خطة مستقبلية تخصها، وهي إنها تخطط لترك المدرسة بعمر 16 عام. نذهب إلى المحادثة الثانية بين المدير ودانيا. هاد تيشر يتحدث مع دانيا فيقول هاد تيشر هلو دانيا، أهلا يا دانيا. دانيا ترد Good morning هاد تيشر، صباح الخير أستاذ. هاد تيشر يتحدث المدير Well now، حسنا الآن. دانيا Do you have any career plans؟ هل لديك يا دانيا أي خطط بخصوص المهنة؟ دانيا Oh yes، نعم. Head teacher نعم سيادة المدير. I am going to be a vet، أنا أخطط أن أكون طبيبة بيطرية. Head teacher A vet، طبيبة بيطرية. يتساءل المدير طبيبة بيطرية That's a tough course، ذلك مسار صعب. And it takes a long time، ويستغرق وقتا طويلا. At university، في الجامعة. دانيا ترد Yes I know، نعم أعلم. I found out all about it، اكتشفت كل شيء حول الموضوع. And I am going to do it، وأنا أنوي أن أفعلها. Head teacher Excellent Now، المدير يتحدث يقول ممتاز الآن. رول بلاي يعني هذه محادثة بين شخصين أو بين طالبين في داخل الصف. Walk in pairs، اعملوا كأزواج. And ask and answer questions، واسأل وأجب الأسئلة. About your future career plans، حول خطط المهنة المستقبلية الخاصة بك. Use a model dialogue below to help you، استخدم هذا النموذج من المحادثة أدناه to help you ليساعدك. Student A طالب A يقول Do you have any career plans؟ هل لديك أي خطط بخصوص المهنة؟ Student B يجيب Actually في الواقع I do have a plan، لدي خطة. I'm going to go to university، أنا أخطط أن أذهب إلى الجامعة. I want to be a doctor، أريد أن أكون طبيبا. يرد students A That's a tough course، ذلك مسار صعب. And it will be a lot of work، وسيكون الكثير من العمل بانتظارك. Students B It will be worth it، سوف يستحق ذلك. هنا استخدمنا الأداة will للتعبير عن تنبؤات مستقبلية مبنية على التجربة الخبرة، لأن أحد الطلاب أراد أن يكون طبيبا فالطرف الآخر يجيبه إنه عمل يستدعي الكثير من الجهد وسيكون مسار صعب، وهو فعلا كذلك. و students B يجيب سوف يكون مجزيا. إلى هنا طلابنا الأعزاء انتهت محاضرتنا لهذه الساعة، نلتقي في محاضرة أخرى لتكملة هذا الدرس، مع الشكر الجزيل، في أمان الله.